هذه مرسلة، أحسن الله إليكم، هذه مرسلة تقول في سؤال ضمن مجموعة من الأسئلة إن حف الحواجب بالخيط محرم، ولكن هل يجوز للمرأة أن تحف حواجبها بالمقص أو الملقاط؟ أفيدونا جزاكم الله خير. كل ذلك لا يجوز، لا يجوز إزالة شعر الحواجب أو إزالة شيء منها بأي وسيلة، بحلق أو نتف أو قص أو غير ذلك، لأن هذا كله يدخل بالنمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. نعم.